يا صباح الورد وصباح الياسمين، نقول له مساء الخير ومساء الانوار لحسب فقاش غادي تشوفوا لا فيديو ديالتي. المهم غادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي شفتوا من العنوان ديالو. ان شاء الله اليوم غادي نديرو استخراج الزيت الاساسي ديال الليمون. داكوغ، هو هذا الزيت الاساسي ديال الليمون. انا الليمونه جايبه لكم خبر ديال عقلت على هذا الاشهار هذا. دونك هي هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، ما غاديش نغنيو، والخبر اللي جايبه لكم هو اننا غادي نصوبوا هذا الزيت الاساسي ديال الليمون. هذه الطريقه هذه اللي غادي نصوبوا بها الزيت الاساسي ديال الليمون، نقدروا نصوبوا بها الزيت الاساسي ديال بومبلوموس، ديال الحامض، ديال المندارين، كيف ما بغيتوا. يعني هادو كلهم غادي نصوبهم بنفس الطريقه. دونك هذه عندي هنايا ديال الحامض، انا كتبع ليها الحامض، وهادي عندي هنايا ديال الليمون اللي بحرا انايا صوبت مؤخرا. تقدروا ديرهم في قريعات بحال هكايا، يعني كيفشفشوا بحال هكا. الله على الريحه. دونك تقدروا ديرهم هكايا في هاد القريعات، تحتفظوا بهم بالطريقه اللي بغيتو نتوماياواللي مناسبه لكم. هاد القريعات هادو راه فيهم احجام كيتباعوا بحال هكايا. الناس اللي غادي يسولوني، الناس ديال مراكش، راه ما كاينين في الملاح باحجام مختلفه باش تقدروا تصوبوهم. كاين هذا الحجم هذا وكاين مكبر منه. داكوغ، وفي الجزء الثاني ديال لا فيديو غادي نستخرجوا لا بودغ ديال الليمون، يعني لا بودغ ديال قشور الليمون اللي تاهي عندها منافع كثيره وعندها بزاف ديال الاستعمالات. الا كنتم مهتمين بلا فيديو، ما عليكم الا تبعوا معايا حتى الاخر باش غادي تشوفوا الطريقه. الليمون ديالنا ضروري تنكونو غاسلينو وتنمسحو، ما نخليوش فيه الماء. دابا الليمون هو متوفر بزاف، ملي كنكونو في الدار وحنا كنقشرو تناكلو الليمون، المهم هذاك القشره ديالتها ما نلوحوهاش، سواء نقيو بليكونو سواء نقيوه بالموس اللي بغيتو ممكن تنقيو به. ولا كان بليكونو ما يكون احسن، بالاخص الا كانت الجلفه ديال الليمونه غليظه بزاف، من الاحسن نقيوها بليكونو كي بغيتو. حقيقه شوفوا هنايا، انا غنوريكم كيف ديال مقشراهم. هنايا هادو منقياهم انا بليكونو، تجي هذيك الجلفه رقيقه، وحتى بالنسبه للنشوفيه ما كتشبرش الوقت بزاف بالنشوفيه. داكا، دونك اللي جاتكم سهله نقيو بها ماشي مشكل. ديجا بدا غير ملي كنكون دابا حنا كنقشرو فيه كطلع هذيك الرويحه ديالته تتحمق فريمون، وحق الله كتساسا غير فريشي الدماغ، وعاد بالتالي كتحسوا بهذوك الزيوت اللي هما ديجا كيخرجوا. فوالا، ملي كنكملوا التقشار ديال الليمونه ديالنا ولا الليمون ديالنا، هذه كناكلوها بالصحاب لهنا ان شاء الله، ولا نعصروها كيف ما بغيتوا. هنايا كناخذ شبيكه ديال الفران، اما شبكه يا اما غربال اللي عندكم متوفر، ماشي ضروري شبكه ديال الفران. المهم تكون من الاحسن يكون هذيك الحاجه اللي غنحطوا عليها القشور ديال الليمون باش ينشفوا تكون مهويه من الفوق ومن التحت. دونك تنستفوا القشيرات ديال الليمون ديالنا. غادي تلاحظوا هذه مقشره بالموس وهذه مقشره بليكونوم، كتجي الجلفه ديالتها رقيقه بزاف. دونك غادي نستفهم، غادي نخليهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام حتى ينشفوا مزيان في الشمس. دابا الحراره راه كاينه الحال سخون، دغيا غادي ينشف لينا هاد القشور ديال الليمون ومن بعد نجمعوهم. دونك انا ديما فيما كناكلوا الليمون وكنرمش دوك القشور ديالهم كنجمعهم، لانهم فيهم استعمالات بزاف، وان شاء الله غادي نشوفوا هادشي حلقات جايه. داكوغ، دونك ملي كينشف كتسمعوا بان دغيا كيتقطع، دغيا تيتهرس لينا، سمعتوا اللي كيجي ساهل. دونك ممكن تخليوه طويل الا بغيتو تخليوها طويله هكايا، علاش انا قلت لكم تهرسوها مثلا الا بغيتو ديروا في ديك في القرعه وباش تجيكم ساهله على انكم تدخلوها، مي سينو ما تقطعوه ما حتى شي حاجه. دونك ديجا انا راني موجده واحد غير باش نربح شويه ديال الوقت. دونك هادو هما القشور ديال الليمون بعد ما نشفوا، غادي نشوف القرعه الاخرى. دونك وهنايا انا هنايا دايره القشور ديال الليمون وديرهم خويت عليهم الكول. دونك ضروري انا ملي غادي نديروا الكول يغطي لنا القشور ديال الليمون. داكوغ، صافي غادي نحطها واحد المده ديال سيمانه ولا 10 ايام، وفي هذيك السيمانه ولا 10 ايام اللي هويا باش غادي نستخرجوا الزيت وحنا كنشقاو في الكوزينه وحدنا، مره ندوزو ونخلطوا القرعه ديالتنا هكايا نحركوها، ما نساوش فيما تفكرنا نجيو نحركوا هذيك القرعه ديالتنا. داكوغ، دونك حنا غادي نخليوها سيمانه ان شاء الله، وغادي نشوفوا من بعد اشنو غادي نديروا. وما نساوش مره كنحركوا القريعه ديالتنا. هنايا انا مازال حلا ما نقدرش نحركها، غير باش نوري لكم بان نسبه ديال الكحول خاصك تكون مغطيه للقشور ديال الليمون، فهمتوا؟ خاص ضروري دوك القشور ديال الليمون يكونوا عندنا مغطيين وصافي. ومره فيما تفكروا القريعه ديالتكم حركوها.
دونك مني خلينا يعني الليمون ديالنا مرقد في الكحول واحد المده 10 ايام 12 يوم ماشي مشكل، يعني خليته 15 يوم ما تخافوا عليه حتى شي حاجه. دونك المرحله المواليه غنشبر قرعه واحده اخرى تكون نقيه ومعقمه ياك، غادي ناخذ واحد الصفايه، يعني اما صفايه واما بحال هكا يا زويف ديال حياتي يكون نقي هكا، وغادي نجي وغادي نخوي هذا الخليط هذا وغادي نعصرو، يعني نقطرو وما نخليو فيه حتى حويجه، اذا بقى شي حاجه تنزل بحال هكايا صافي. دابا هاد القشور هادو يترماو داكا. دونك وهنايا من بعد اشنو غادي نديرو، لان هاد الزيت الاساسي اللي حنا تحصلنا عليه دابا هنايا فيه الريحه ديال الكحول، باقي داك الكحول يعني مازال ما تحيدش، يعني مازال فيه ريحه الكحول. دونك اشنو اللي غادي نديرو من بعد باش حنا غادي نحيدو هاد الريحه هادي ديال الكحول ما تبقاش لينا في الزيت الاساسي ديالنا، غادي نغطيه بواحد زويف هكايا نقيقي، وغادي نخلي القاعه محلوله باش هذاك الكحول كلها تيفابورا، يعني كلها تخرج ما تبقاش لينا في الزيوت ديالنا كتبخر، يعني الكلمه الصحيحه هو ان نخليو القاعه محلوله باش هذاك الكحول ديالنا يتبخر ما يبقاش لينا في الزيوت الاساسيه داك. فوالا غادي نخليه في واحد البليصه هكايا، غادي نقنتو في واحد البليصه تكون نقيه وما فيهاش كاع الشمس بزاف. وبالنسبه للقشور ديال هادو الليمون اللي بقاو ليا غادي نطحنهم، وغادي نرجع معكم باش نقول لكم اشنو الفوائد ديال هاد القشور ديال الليمون. بالنسبه للقشور بعد ما كرمو مزيان غادي نشدهم وغادي نطحنهم شي شويه هكايا، نهزتهم بيديا بطبيعه الحال الليمونه راه غادي تكون مغسوله مزيان. يعني القشره ديالها راه خصها تكون مغسوله مزيان مزيان. دونك هنايا بعد ما طحنتها غادي نغربل باش يبقى عندي انقود غليايا دقيقة بزاف، وهادشي مغويض غادي نعاود نرجعو باش غادي نعاود نطحنو. بعد ما يعني كملت الطحين ديالي ديال هذوك القشور ديال الليمون بعد ما تيكونوا كرموا مزيان، غادي ناخذ واحد القريعه تكون ارميتيك تتسد مزيان، وغادي نعمرها بهاد لا بودغ ديال القشور ديال الليمون ونخليهم عندي. كما بغيت ندير شي كيكه مثلا بدل ما نبقى كنحك القشور ديال الليمون وما يقدر ما يكونش عندي شي مرات الليمون ولا شي حاجه، هنا موجدهم عندي. مثلا بغيت ندير عصير كيعجبني الخيار هكايا ولا الفكوس مع الليمون، مثلا ما عنديش ثاني الليمون وجا واحد الوقيته ما فيا ما يخرج لا السوق ولا والو باش غادي نجيب الليمون، ممكن نهز من هنايا معلقه ديال لا بودغ ديال الليمون ونزيدها مع العصير ديالي. دونك هنايا غنسد عليها ما نخاف منها حتى شي حاجه، وهاد لا بودغ ديال الليمون صراحة فيها بزاف ديال المنافع، كاين اللي كيدير منها لي ماسك للوجه، كاين اللي كيصاوب منها الصابون، كاين اللي كيصاوب منها
المهم شحال ديال الحويجات. المهم نتوما بالنسبه لكم فيما يكون تقشروا الليمون تخليوه تكرموه وطحنوه بحال هكايا غادي ينفعكم. فيما تبغيو شي حويجه شي وصفه تلقاو ديجا عندكم موجود، راه ما تيخسر ما تيوقع له حتى شي حاجه.